بشويه 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 عليك بشويه عليك يعتنيو بها في السونتر اللي فيه داكشي ماشي واش حنا نعتنيو بها شنو خصنا نديرو الله يديكم حنا اللي غنتكلفو صافي شنو اللي خصنا صافي سيدي وزير صافي سيدي وزير عايش لا 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 حاجه واش دخلك الوليدات الله يخرب دميتك ولا فاش الوالده كانت عند ولدها في بوجدور جالسة عنده في بوجدور وقع لها المشكل غيبات توشات لها صمامة ديال القلب غيبات السبيطار ديال بوجدور لا حنا هنا حنا جينا من الدار البيضاء بقينا جالسين كنعسو هنا حدا الباب ديال السبيطار وهي ناعسة في الإنعاش اليوم قال لنا خاصكم ضروري تخرجوا الدواء الدواء لمراكش حنا ما عندناش عندها عملية وحنا ما عندناش ما عندنا باش نتعشوا وحنا راه كنعشيو فينا الناس ودايرين مونت كنعسو في الزنقة أنت بالبيجامة ديولنا كنعسو في الزنقه حدا الباب ديال السبيطار الغالب الله الوزير قال لي صافي حنا غنوقفوا معاك نعطوك لي بلانس ونوقفوا معاك تنعالجوا لك الله يجازيه بخير وعاش يا سيدنا والله ينصر سيدنا والله يخرج السربيسو على خير شو بوشي لا سمامه في القلب وما عنديش انا باش نعالج الغالب الله انا ما عنديش باش نتعشى حتى العشاء انا راه كنباتها في الزنقه مقابله ديك الوالده اللي تعالجت لا لقيت من يعاونني لقيت من يعاونني وكان العمر باقي زايد لقدام احنا باغيين لها العلاج الوالده ديالي امي في الانعاش وانا راه كنبات مقابله كنباتها في الزنقه اللي الكل وانا باركه في الزنقه نتسنى فيها تشافى دابا قايلنا تديوها للحسن الثاني والحسن الثاني غيدفع لنا السبيطار اخر وحنا ما عندناش والله ما عندنا حتى عشا ليله عشا ليله ما كنتعشاو كي عشيونا غير جواد بحالكم لما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.